السلام عليكم اخواني اخواتي متتبعي قناه ابارتمون فاس وافيتو ماروك، القناه الثانيه ديالنا. كنتواجدوا الان بحي الازهر، غادي نشوفوا واحد الشقه على بركه الله. خوتي ما تنساوش تدعمونا باللايكات ديالكم وتبارطاجيو مع الناس ومع العائله، وكذلك الناس اللي شاهدوني اول مره كنتمنى انهم يضغطوا على زر سابوني وزر الجرس ليصلهم الجديد. على بركه الله نشاهدوا هذه الشقه هذه. يا بسم الله، هاد الشقه هذه كتواجد في حي الازهر الطابق الثاني. المساحه ديالها هي 130 متر، فيها الباركينغ ديال الطوموبيل، وكذلك كاين بيت في السطح ديال الصابون. كامله ارخام. غادي ندخلوا مباشره غادي نشاهدوا الصالون البلدي كيف ما كتشاهدوه معايا، بهاد الصباغه ديال الياقوت اللي هي العنبره، وكذلك هاد القوس متواجد السخف، يعني القبص البلدي المفروق ما بين السيجور، كيبان صالون بلدي وسيجور رومي. بطبيعة الحال كيتواجد فيها الشيميني، هذا قبلتنا هنايا سيجور رومي بالكليماتيزور ديالو. الإطلالة فيها رائعة، قريبة القهوة ديال نورماندي، قريبة المرافق، كاينين مدارس وكاين كذلك مواصلات. هذا الشيميني خوتي هنايا راه خدام مصوب بالحجر. البلاصه ديال الانستالاسيون ديال التلفزيون جايه قبل الصالون وقبل السيجور. كيف ما كتشاهدوا معايا الصالون والسيجور، الارضيه ديالو بالرخام، فيها ثلاثه ديال البيوت وجوج ديال لي سال دو بان، وفيها كذلك هاد الصالون وهاد السيجور. الاطلاله ديالها دابا هذه راه حوالي 5:30. كتشاهدوا معايا الشميشه دابا ها هي داخله. هذا الشارع، الشارع به وداديه، فيه كاميرات محروس وجاي حي ممتاز اللي هو حي الازهر. العديد من الناس اللي ساكنين في فاس غادي يعرفوه، حي كان والدار مازال نقيه، واخا هكذا الدوزيام ما كتشوفوها بالاساس، يعني مازال نقيه ما خصها لا اصلاح لا والو. يلاه كيعاودوا لها الصباغه كامله. التذكير خوتي حتى اللي بغاها بالاتات، راه السيد يعني تيبيعها بالاتات، ولكن الثمن الاتات اللي بغاه وجا شاف الدار وبغى الاتات غادي يجلسوا هو وياه الارض ويتفاهموا، والخير فيما اختاره الله. دابا غادي نمشيو نشوفوا البيوت بثلاثه. البيوت جايين في صاله وحده على جهه وحده وكاملين باركي في الارض. هذا البيت الاول اللي غادي نشاهدوه، نبداو بالبيت ديال لي بارون اللي فيه الحمام، وكذلك غادي تشاهدوا معايا البلاكار. هذا الحمام متواجد في قلب بيت الناس اللي فيه الرخام والجليج، وكاين الدوش بالطواليت وكاين لافابو. الجليج مازال نقي بالاضافه للسقف ديال الحمام. البيت كبير وحتى هو داير كامل بالبابي، هذا راه بابي هذا ماشي صباغه. البلاكار اللي قبلتنا فيه بلاكارات من الفوق ومن التحت، وبطبيعه الحال حتى هو به طبيقات، فيها لانستالاسيون ديال التلفزيون وكذلك لانستالاسيون ديال الكليماتيزور موجودين، وعنده نفس الاطلاله اللي على الصالون والسيجور. والارض هانتوما فيه حتى هو بارك في الارض كيف ما قلت لكم، البيوت كاملين هكا. جاي اعطي واحد الجماليه للبيت. كاين لي سبوت هما في السقوف ديال البيوت. البيوت كبارين، هذا بيت اخر اللي هز حتى هو فيه بلاكار وفيه بالكون وداير هاد البابي اللي في الحيط ديال الوليدات، كل واحد يعني والطوق ديالو. كاين اللي بغى يخليه هكا، كاين اللي بغى يبدل له يعني بابي واحد اخر، كل واحد والطوق ديالو. كيف ما شوفوا معايا انه البلاكارات متواجدين في البيوت كاملين. هذا فيه هاد البيت هذا فيه البالكون، البالكون خوتي كاملين اللي دايرين بالاينوكس اينوكس.
فيها حتى هو لاستالاسيون ديال التلفزيون. البيوت ما شاء الله كبارين، يعني كل واحد اللي بغى يلعب يعني على البيوت. كاين اللي بغى يرد هذا بيت النعاس ديال البنيتات، ولا اخر عاوتاني الوليدات، او بيت النعاس ديال لي بارون، واخا في هذاك الحمام. كل واحد راك عارف بنادم تيبدل مره مره البيوت. هذا بيت اخر ديال الوليدات اللي هاز جوج ديال النوامس، وكاين الاطلاله ديالو على على لاكور. حتى هي كاينه الاضاءه ممتازه فيها، وكاملين شفتوا معايا البيوت فيهم لاستالاسيون ديال التلفزيون وكذلك ديال الكليماتيزور. غادي نمشي دابا باش نشوف الكوزينه. غادي نمشيو للكوزينه نشاهدوها. الكوزينه اللي لافونتاج ديالها انها عندها جوج ديال البيبان، الباب من الدخله ديال الباب منين دخلنا، وكذلك من هنا عاوتاني ملي ندخلو دابا. الكوزينه بيان ايكيبي، فيها البلاكارات من الفوق والبلاكارات من التحت، بالاضافه للهوط، وكذلك الكوزينيير، وكذلك الفران، وبلاكارات فيها الكوزينه كامله دايره بالبلاكارات. فيها لانستالاسيون ديال الثلاجه، وكذلك ديال الماكينه الصابون، وكذلك ديال الماكينه ديال المعن. وكيف ما هنايا كاينه طبله مونجي، صاله مونجي هنايا داخل الكوزينه. الجليج ديالها كامل مازال نقي. وبالنسبه للمعدات الكهرباء كامله دايره بالكوزينه. الكوزينه عندها الاطلاله حتى هي على لاكور، وعندها سرجم كبير للتهويه، وكاين حمام في الدخيله ديال الباب. هذه الخرجه الثانيه اللي قلت لكم ان الكوزينه عندها جوج ديال الخرجات. شاهدوا الحمام الثاني اللي كيتواجد حتى هو في الدار. كاين هنايا فاسك بالبلاكارات من التحت، والمرايه قبالتنا، وكاينه دكانه فوق الحمام اللي جايه على المساحه ديال الحمام كامله، بالاضافه للحمام هو هذا اللي فيه دوش وطواليت ولافابو، مجلج حتى في السقف. اخواني اخواتي، كيف ما شاهدتوا معايا الدار كامله اللي فيها 130 متر المساحه ديالها، كتواجد الطابق الثاني حي الازهر. كيف ما قلت انها قريبه لكافي النورماندي، قريبه للشانتي الكبير، قريبه لطريق موزان، وكذلك لطريق عين شقف، يعني قريبه للسونتر فيل. هاد الشقه هذه اللي بغى يجي يشوفها معلي الله يتصل بيا، نتصل مع الناس حيت ساكنين فيها، نحدد معاهم موعد ومرحبا والف مرحبا. الثمن ديالها هو 105 المليون. كنتمنى انكم تدعموني، تدعموا هاد القناه، ولا القناه الاولى، ولا القناه الثانيه، قناه ابارتمون فاس، وقناه افيتو ماروك، انكم تضغطوا على زر اللايك، وكذلك على زر سابوني وزر الجرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.